السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. معانا بعض المنتجات اليابانية هنشوفها مع بعض، عبارة عن اسطوانات. دي شنطة 3 في 1 اسمها سيلفانو 717، عبارة عن شريط كاسيت واسطوانة وراديو AM OSW 1 و2، طبعا ياباني. اهي شنطة اسمها سيلفانو، الاسم بتاعها اهو 717، شنطة بحالة الجديد. معانا كمان شنطة نادرة جدا 4 في 1 سانيو، شنطة نادرة جدا 4 في 1 سانيو اهي. ده الكاترج، ده الشريط كاسيت، فيها راديو FM وام، وطبعا اسطوانة كده 4 في 1. دي سانيو ياباني. معانا كمان اول مرة جالنا حاجة، دي شنطة كراون، شنطة كراون 3 في 1، راديو AM وشريط كاسيت واسطوانة. الموديل بتاعها هو SCB شرطة 77SW. دي شنطة كراون 3 في 1، الشنطة دي مستعملة. معانا كده بعد كده في الفيديو دي اسطوانة وراديو اسمها بيلير اهي، دي راديو AM واسطوانة اهي. معانا بعد كده شنطة تاني اسمها نيفيكو، دي عبارة عن اسطوانة وراديو AM وSW اهي، دي اسمها نيفيكو. الموديل بتاعه اهو RS شرطة 2100A، RS شرطة 2100A، ده اسمه نيفيكو، JVC نيفيكو، راديو وفونوغراف. معانا بعد كده لأول مرة يجيلنا جهاز نادر جدا، ده اسمه عبارة عن جهاز 3 في 1، اسطوانة اهي، اسطوانة داخلية بتركب في الجهاز وشريط كاسيت وراديو FM وM. الجهاز بحالة الزيرو اهو. ده الموديل دوت اسمه جي شرطة 2613 NK، جي شرطة 2613 NK، ده عبارة عن جهاز 3 في 1. دول سماعتين بتوعهم اهم ثانيو، السماعتين دول بيركبوا واحدة في وش الجهاز هنا وواحدة في الظهر، والوحدة ديت وحدة الاسطوانة بتركب في الظهر الأول، بتركب في الظهر الأول، بعد كده بيركب وراها سماعة وفي سماعة من قدام. جهاز 3 في 1 ده سانيو. معانا بعد كده جهاز سانيو، ده عبارة عن اسطوانة وراديو AM اهو، ده جهاز سانيو اهو، اسمه جي شرطة 1170، برضو صنع في اليابان. معانا بعد كده برضو كاسيت سوني راديو AM وSW، برضو صنع في اليابان وشريط كاسيت. معانا بعد كده لأول مرة دي شنطة ناشونال مزودة باتنين سماعة هم وراديو AM وSW، شنطة اهي، دولت اتنين سماعة داخلية اسطوانة وراديو، وهنشوفهم واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة معانا في الفيديو دي شنطة سيلفانو 3 في 1، عبارة عن شريط كاسيت واسطوانة وراديو AM وSW. ده المفتاح اللي هو بيجيب راديو وتيب والفونو، ده مفتاح للموجات MAM وSW. ده طبعا الدراع بتاع الاسطوانة، والاسطوانة بتشتغل 78 و33 و45 اهي، ده الدراع بتاعها. وهنا ده معانا الشريط كاسيت. الشنطة دي اسمها سيلفانو 717 اهي، الغطا ده بتاعها بيقفل كده اهي، اسمها 717 3-in-1 اهو، اسمها سيلفانو راديو فونو كاسيت. الشنطة اهي، الشنطة دي طبعا بحالة الجديد، سيلفانو راديو فونو كاسيت اهي 717، دي المينا بتاعة الراديو. الشنطة اهي، ده مفتاح اللي هو بتاع التيونينج والفوليوم في الجنب، دي الحاجات بتاعت الاوبشن بتاعته اللي اذا كان في سماعة خارجية او اي اكس اللي هي تشتغل زي سب. ده الظهر بتاع الشنطة اهو. الموديل بتاعها SKPC شرطة 717، SKPC 717، طبعا صنع في اليابان. This bag is Silvano 3-in-1 model SKPC-717، SKPC-717 باج 3-in-1، فونو
and cassette and radio AM and SW made in Japan. اهي الشنطه. يجي معانا بعد كده جهاز نادر جدا، الشنطه اللي هي 4 في 1. الشنطه دي قليله جدا، عباره عن كاترج وشريط كاسيت واسطوانه وراديو اف ام وام واس دبليو. ده مفتاح للباور بتاعها، ده اللي بيحول الموجات، ده اللي هو بتاع الفانكشنز اللي هو بيشغل شريط وراديو وكاسيت والاسطوانه. ده مفتاح للبيز، ده التريبل، ده البالانس بيقسم سماعات شمال ويمين، ده مفتاح للفوليوم. طبعا ده المفتاح اهو بتاع التيوننج. دي بالنسبة للفونوغراف، ده في مفتاح اللي هو ده اعتقد اللي هو ده اللي بيغير التراكات 1 و2 و3 و4، كل ما ندوس بس واحدة كده بيغير وبينقل. تمام. وده طبعا الشريط كاسيت. دي شنطة سانيو 4 في 1 اهي. This pack is Sanyo 4-in-1 radio FM and AM and SW and phono and tape phonograph cartridge made in Japan. The brand is Sanyo. معانا بعد كده شنطة، دي شنطة كراون اول مره تجينا 3 في 1 راديو اي ام واس دبليو. الشنطه دي مستعمله، الموديل بتاعها SCB شرطه 77 STSW SCP شرطه 77 SW. طبعا صنع في اليابان، عباره عن راديو اي ام واس دبليو وشريط كاسيت واسطوانه اهي. دي برضو شنطه اهي كراون. This pack is crown model SCP-77SW SCP-77SW راديو AM and SW and tape and phono made in Japan. The brand is Crown. معانا بعد كده دي اسطوانة وراديو، برضو أول مرة تجيلنا، اسمها بيلير أهي. شنطة بيلير عبارة عن راديو AM وفونوغراف أهو. الشنطة أهي طبعا بتقفل تبقى بالمنظر ده. الشنطة اهي. معانا بعد كده دي شنطة تانية اسمها جي في سي نيفيكو. الشنطة دي عبارة عن اسطوانة، دي عبارة عن اسطوانة والموديل بتاعها ار اس شرطة 2100A. طبعا دي صنع في اليابان، عبارة عن اسطوانة وراديو اي ام واس دبليو اهي. This pack is JVC Nifco model RS-2100A radio AM and SW and phono. The brand is JVC Nifco. الشنطة اهي. معانا بعد كده تحفة اليابانية اللي أول مرة تجينا بحالتي الجديد. ده عبارة عن جهاز 3 في 1، ده شريط كاسيت وراديو AM وإف إم ووحدة اسطوانة. دي سماعتين خارجيتين هما تسانيو، دول السماعتين بتوع الجهاز. واحدة بتركب في الوش هنا، الوحدة دي بتركب في النص في ظهر الجهاز، في ظهر الجهاز، وبعدين بتركب عليها سماعة بأربع مشابيات كده اهوت، اتنين هما واتنين من تحت عشان الجهاز يبقى وحدة واحدة. الجهاز ده الموديل بتاعه جي شرطة 2613 NK، جي شرطة 2613 NK. طبعا ده صنع في اليابان، الجهاز صوته قوي جدا. ده مفتاح للتيوننج اللي هو بيحول موجات الراديو. ده مفتاح اللي هو بيحول الموجات اف ام واي ام والاسطوانة. ده مفتاح للتون اهو، ده البالانس بيقسم سماعاتي شمال ويمين. ده مفتاح للفوليوم اهو، ودوت اللي هو بتاع الفانكشنز اللي هو بيحول الراديو والفونوجراف والتيب، ده اللي بيحول التلات اجهزه، ده اللي بيحول بقى موجات اي ام واس دبليو. طبعا ده العداد وده الشريط الكاسيت. وزي ما قلنا الجهاز ده هنوريه لحضراتكم كده،
ده الجهاز ده من قدام اهو، ده الجهاز من الظهر، بيركب هنا وحدة الاسطوانة، بتركب هنا بالظبط كده، بتخش زي درج، بيركب بعديها سماعة، بتركب في الفتحتين دول، في فتحتين من تحت، بيركب بأربع مشقبيات كده هو، بيركب اتنين سوكت من تحت واتنين من فوق، زي ما قلنا وحدة الاسطوانة بتركب هنا، وبعديها وحدة سماعة، وهنا بتركب سماعة برضو بنفس الطريقة، بتبقى عبارة عن شيلة واحدة، وممكن طبعا ان هو ايه فك السماعات وتشغيلها بالجنب او الجهاز بيبقى على بعضه. دي وحدة السي دي اهي، طبعا ماركة الجهاز ده سانيو اهي. معانا بعد كده ده كاسيت سوني، كاسيت سوني وراديو اي ام واس دبليو اهو سوني. الموديل بتاع الجهاز دوت سي اف شرطة 2000 سي اف شرطة 250 اس، سي اف شرطة 250 اس، طبعا ده صنع في اليابان. ده عبارة عن راديو كاسيت، راديو اي ام واس دبليو. This cassette is Sony radio AM and SW and tape model CF-250S CF-250S made in Japan. And this device is 3-in-1. The brand is Sanyo, model G-2613NK G-2613NK tape and radio FM and AM and phono Sanyo made in Japan. معانا بعد كده دي عبارة عن اسطوانة سانيو، الموديل بتاعها جي شرطة 1170، جي شرطة 1170، عبارة عن راديو اي ام واسطوانة اهي. الجهاز اهو، دي الفيشة بتاعته، بيشتغل كهرباء وحجارة. This bag is Sanyo radio AM and phono model G-1170 model G-1170 the brand is Sanyo radio AM and phono. معنا آخر حاجة في الفيديو، ده عبارة عن جهاز أول مرة جينا ناشونال، جهاز ناشونال ده مزود باتنين سماعة خارجية أهو، ده راديو اي ام اهو باتنين سماعة خارجية، الجهاز اهو ناشونال دول طبعا اهو، الجهاز من جوه اهو. هنشوف الموديل بتاعه مع بعض، الجهاز طبعا لما بيركب بيتقفل بيبقى بالمنظر ده. الموديل بتاع الجهاز دوت اس جي شرطة 565، اس جي شرطة 565 طبعا صنع في اليابان. This device is 2-in-1، the brand is national model اس جي داش 565، اس جي داش 565 made in Japan. The brand is national radio AM and SW and phonograph made in Japan. Thank you. دي طبعا كانت اخر حاجة معانا في الفيديو، ان شاء الله الفيديو نول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.